تدعو في القنوت. قال الإمام الهادي عليه السلام: مناهل كراماتك بجزيل عطياتك مترعة، وأبواب مناجاتك لمن أمك مشرعة، وعطوف لحظاتك لمن ضرع إليك غير منقطعة، وقد ألجم الحذار واشتد الاضطرار، وعجز عن الاصطبار أهل الانتظار. وأنت اللهم بالمرصد من المكار، اللهم وغير مهمل مع الإمهال، واللائذ بك آمن، والراغب إليك غانم، والقاصد اللهم لبابك سالم. اللهم فعاجل من قد استن في طغيانه واستمر على جهالته لأقباه في كفرانه، وأطمعه حلمك عنه في نيل إرادته، فهو يتسرع إلى أوليائك بمكاره، ويواصلهم بقبائح مراصده، ويقصدهم في مظانهم بأذيته.